شعراء عراقيون وعرب وأجانب يجمعهم مهرجان المربد الشهري من جديد، امتداد ثقافي اكتسبته البصرة من سوق مربدها الشهري عكاظ البصرة في قضاء الزبير. يطل على العراق بنسخة 34 حاملا اسم الشاعر العراقي الراحل إبراهيم الخياط، وفيه أيضا متسع يمتد للأيام الثلاثة المقبلة التي ستخصص لإقامة مناظرات شعرية وحلقات نقاشية وفكرية. أعيد المربد واليوم شفت الأجواء فرحة من كل الحاضرين، وإن شاء الله يكون هذا المهرجان يستمر ويحمل اسم المربد الذي يحمل اسم البصرة. احتفاء جماهيري واسع بالمهرجان الشعري في يومه الأول، ترى جماهير البصرة إنه يعكس وجه المدينة الحقيقي، فيما يتوقع منظمو المهرجان أن تكون الاحتفالية المربدية بوابة لإعادة انفتاح الثقافة العراقية على العالم. البصرة تستعيد علاقها بعد جائحة كورونا، إذ تميزت البصرة وتتميز دائما بفنها وأدبها وألقها الذي لا ينقطع. اليوم نشهد العرس المربدي الذي يسجل بنسخته 34 بحضور دولي كبير من مختلف الدول الأوروبية والعربية. وفي عيون الشعراء العرب المشاركين يمثل المربد ومهرجانه انتصارا للشعر وسط آمال باستئناف مجمل النشاطات والفعاليات الثقافية في البلاد. وجهة الشعرية، والعراق هو أصلا منبت الشعر والشعراء، وأرضه الخصبة أكيد قادرة على بث الحياة في أرواحنا مهما بلغ الجدب. فأنا سعيدة بوجودي يعني وبهذا الاستقبال وبهذه الحفاوة وبهذه التظاهرة التي ربما تنتصر للشعر. ويشارك في مربد البصرة الشعرية مئات الشعراء والنقاد من دول عدة، على غرار ما احتضنته النسخ السابقة من أسماء من قبيل نازك الملائكة ونزار قباني ومحمود درويش وعشرات غيرهم من كبار الشعراء والمثقفين العرب. بدأ العراق منذ عقد السبعينات بتنظيم مهرجان المربد في محافظة البصرة تخليداً لسوق المربد الشعري الذي أقيم مطلع القرن الأول الهجري في قضاء زبير غربي المدينة، وهو أشبه بسوق عكاظ الشعرية، ملتقى الشعراء والأدباء في عصر ما قبل الإسلام. نجاح العابدي، الحرة، محافظة البصرة.